التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في فعاليات النسخة الثانية من القمة الإفريقية الروسية والتي تنطلق من مدينة سان بطرسبورغ، ومن المقرر أن تتضمن الفعالية أو القمة الثانية هذا العام عقد جلستين عامتين، وسيصدر عنها إعلان ختامي. كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة الأوكرانية سياسيا وبشكل سلمي، وذلك من أجل الحد من المعاناة الإنسانية القائمة وإنهاء التداعيات الاقتصادية السلبية على دول العالم، خاصة الدول النامية والأفريقية، ومن أجل أيضا الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين. وخلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر قسنطين بمدينة سان بطرسبرغ، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حرصه على تعميق علاقات الشراكة مع روسيا في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، مشيدا بالتعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة الجارية، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضا مشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. من جانبه رحب الرئيس الروسي بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، مشيدا بالدور الهام للرئيس السيسي في إطلاق النسخة الأولى من القمة الروسية الأفريقية أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019. التقى زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، وذكرت أيضا وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الاجتماع تطرق إلى تعميق العلاقات بين البلدين. وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن قلقة من تخطيط كوريا الشمالية لتسليم المزيد من الأسلحة إلى روسيا بعد أن تعهد الزعيم الكوري الشمالي بتعزيز التعاون الاستراتيجي مع موسكو. أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتها تتقدم تدريجيا في الجنوب، وأن الجيش بصدد استقبال شحنة من 1700 طائرة مسيرة هجومية واستطلاعية للمساعدة في الهجوم المضاد. وأعلنت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني أن القوات تقدمت نحو مدينتين ملتوبول وبيردينسك في الجنوب على بحر أزوف، مشيرة أيضا إلى أنها تهاجم بنجاح في الشرق على أطراف باخموت. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة التغير غير الدستوري للسلطة في النيجر، داعيا لوقف فوري لكل التحركات التي تقاوض المبادئ الديمقراطية في النيجر. من جهته دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى الإفراج الفوري عن الرئيس النيجري محمد بازوم في وقت يطوق جنود القصر الرئاسي ويزعمون أنهم استلموا أو استولوا على السلطة. وخلال زيارته إلى نيوزيلندا قال بلينكين إن استمرار المساعدات التي تقدمها واشنطن للنيجر مرهون بالحفاظ على الديمقراطية في النيجر. قال البيت الأبيض إن مقاتلة روسية حلقت بشكل خطير بالقرب من طائرة أمريكية مسيرة فوق سوريا، وذلك أثناء القيام بمهمتها لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع. واعتبر البيت الأبيض ذلك انتهاكا للبروتوكولات المعمول بها والمعايير الدولية، مضيفا أن الطائرة الروسية أطلقت قنابل ضوئية واحتكت بالطائرة الأمريكية. قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 22 عاما، وذلك بعد تثبيتها خلال الاجتماع الأخير في يونيو الماضي في استجابة للبيانات التي أظهرت تباطؤا في معدل التضخم. وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة الرئيسية لتتراوح من 5.25% إلى 5.5%، وهي زيادة 11 منذ مارس 2022.
وكان مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي رجحوا خلال اجتماعهم الشهر الماضي زيادة الفائدة مرتين هذا العام، حيث جاءت هذه التخمينات محبطة للأسواق بعد أن كانت تتوقع توقف الفيدرالي عن سياساته النقدية المتشددة، خاصة عقب اتخاذ قرار التثبيت في يونيو الماضي. Since early last year, the FOMC has significantly tightened.